سعيد إليزي رئيس جمعية ماضي الجمعية المغربية لتمكين التعليم الرقمي. الجمعية هي جمعية أسست في 2015 والأهداف ديالها هو تشجيع الشباب والأطفال والنساء في التكوين في المجال الرقمي. الفئة اللي كنستهدفوا هي الأطفال اللي تطرح السن ديالهم ما بين 7 سنين حتى 16 سنة وخصوصا في المجال القروي. دونك هذا هو ما بين الأهداف الكبيرة اللي عندنا وحتى بالنسبة للنساء. النساء عندهم تما برامج خاصة بهم في نفس المجال. اليوم بمناسبة عيد الاستقلال قلنا جاتنا واحد الفكرة باش ننظموا واحد المسابقة على سو فورم ديال الميني هاكاثون. هو جبنا الدراري اللي كطرح الأمر يوم بين 8 سنين حتى 14 باش يديروا واحد التطبيق اللي غادي يهضر على التاريخ ديال المغرب سو فورم دو كويز. دابا كما عرفتوا الدراري كلهم كيلعبوا في لي جو فيديو وكلشي كيلعب عنده البورتابل. حنا الفكرة اللي عندنا شناهي هو عاود ما تبقى تلعب حتى تنتج واحد الابليكاسيون واخا هي بسيطة وغادي يكون فيها تتعلم دوك المبادئ ديال البرمجه باستعمال سكراتش اسونسيالمون. اذا اليوم التطبيق هو سو فورم ديال كويز سؤال وجواب على تاريخ الاستقلال ديال المغرب والحمد لله بشراكه مع جماعه اكادير اللي سهلت لنا الماموريه باش نديروا هذا ليفينمون هذا. وفوالا دونك لابليكاسيون كما قلت لكم دونك ليفينمون راه يلاه بديناه والحمد لله كل الامور كتمشي مزيان. الجمعيه مفتوحه للجميع، الانخراط مفتوح للجميع. المقر ديالها كاين في شارع الحسن الثاني 265 شارع الحسن الثاني. كاين الموقع ديالها www.madi.org. كاين تماك واحد الاستماره اللي بغى يتصل بنا واللي بغى اللي عنده حتى شي سؤال اي سؤال كنجاوبو. كاين التليفون ديالنا. دونك الجمعيه كما قلت لكم مفتوحه للجميع والهدف ديالها هو التحسيس في المجال الرقمي. يعني مرحبا بالجميع. السلام عليكم. دونك اسم اسماعيل العمري 29 سنه مهندس معماري وعضو بالمجلس الجماعي لمدينه اكادير. دونك اليوم احتفالا بعيد الاستقلال ديال بلادنا نظمنا كان واحد الورش تكويني للاطفال وليدات وبنيات مدينه اكادير ما بين 8 ل 16 عام. هذا الورش هذا غادي يمكن هاد الاطفال هادو يخدموا على 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 دي زابليكاسيون كي فون كريي باش يعرفوا بالمراحل ديال استقلال بلادنا. دونك هاد الورش هذا تنظم بشراكه بين جماعات اكادير والجمعيه المغربيه لتمكين التعليم الرقمي الجمعيه ماضي ام ا دي او او. دونك هاد ليفينمون هذا اللي تري انتريسون مع ان شاء الله حنا كمجلس خدامين باش نعمموا ان شاء الله التعليم الرقمي وتعليم الروبوتيك وتعليم التكنولوجيا الحديثه للاطفال ديال مدينه اكادير باسكو وليدات وبنات اكادير هما مستقبل ان شاء الله هذه المدينه والجهه والبلاد على على رمتها ان شاء الله. و دونك هذا سي ان بروميي ان شاء الله سي ان بروميي اون فادير ايفينمون وان شاء الله عوالين في هذه السنوات اللي جايه ان شاء الله نديروا بزاف ديال 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 الورش بحال هكا ان شاء الله في كاع مدينه اكادير في كاع الاحياء سورتو باش كاع باش نعمموا هاد لي تكنيك هادو جداد ديال تو سكي اون غولاسيون مع الانتيليجونس ارتيفيسيال والكودينغ و ديجيتال اون جينيرال. دونك شكرا.